أما في ذي قار فقد تظاهر العشرات من أهالي ناحية أور أمام مجلس المحافظة، ذلك للمطالبة بإقالة مدير الناحية وحل المجلس البلدي على خلفية تردي واقع الخدمات هناك وعدم شمولهم بالتعيينات الأخيرة في مديرية التربية. واشتكى أهالي الناحية من دمج الدرجات التي كانت مخصصة لهم مع قضاء الناصرية مركز المحافظة، فيما أعربوا عن استياء شديد من مدير الناحية كريم هاشم الذي وصفوه بالمتربع على عرش الفساد منذ 14 عاما، في إشارة إلى تورطه بحرمان الناحية من فرص التعيين. وطلب الأوريون بوضع حد لما أسموه استهتارا بحياتهم بسبب إهمال المسؤولين للناحية التي يبلغ تعدادها 190 ألف نسمة والتي تشهد ترديا في الخدمات بشكل كبير. نطالب بإقالة مدير الناحية الفاسد، أنا أريد يوديه لقوامة مثل ما ودى قوامة للبقية، أنا أريد يوديه لقوامة. فاسد حرامي بايق، الشارع مال ناحية أور لا يصلح للاستخدام البشري، مع احترامي الأهالي ناحية أور، شارع ناحية أور لا يصلح للاستخدام البشري، جسر مفلش 14 عام لم يبلط شارع، لم يعمل مجاري، لا ماء لا كهرباء، هذا مدير ناحية له فاسد فاسد فاسد. نطالب بحقوقهم بعد أن دمجت حقوقهم مع قضاء الناصرية 130 درجة ولا درجة، الله أكبر عليكم يا مسؤولين، نريد واحد يطلع لنا 190 ألف نسمة ما بيها واحد بالتعيينات، 2000 أكثر من 2000 درجة وظيفية، وإحنا ضمن القانون والدستور إحنا نطالب بحقوقنا بإقالة المجلس البلدي ومدير الناحية بعد أن فرطوا ووافقوا على دمج ناحية أور مع قضاء الناصرية.